السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، من اين انتم؟ من فين؟ من وين الاخت؟ انا من عمان. يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله. اول مره بتجي هان؟ من 19 سنه. ما شاء الله، باخر المكان هذا في مكان بسموه محراب مريم. الموقع اللي كانت تقعد تتعبد فيه ستنا مريم، وكان يدخل عليها النبي زكريا ويجد عندها طعام. تعرفوا الآية بتقول كلما دخل عليها زكريا المحراب، فهذا بسموه محراب مريم. أما المسجد، وعليكم السلام، أهلا وسهلا حدي. أما المسجد هذا بسموه المصلى المرواني، هذا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. ليش بيقولوا له مرواني؟ نسبة لمروان ابن الحكم، أبوه للخليفة عبد الملك ابن مروان. هذا لما أجوا الصليبيين على بيت المقدس ذبحوا في هذا المكان 70,000 مسلم، وحولوه لاسطبل للخيل، مربط للخيل 87 سنة، لحد ما أجا صلاح الدين الأيوبي حرروا وعادوا كمسجد. بعدي عاد هذا المكان مغلق 900 سنة، متى انفتحوا ترميمه؟ إلا بال 96. في 96 الله هيئ لنا اخوه من الداخل من التخطي 48 اسمه الشيخ رائد صلاح، سمعتوا عنه؟ هذا الشخص اخذ على عاتقه ترميم وتصليح هذا المكان، جاب معاه 1500 متطوع اشتغلوا 6 اشهر يوم بيوم، لما نظفوه رجعوه احسن مكان عليه من السابق. هذا مساحته اكبر من الاقصى، هان يوم الجمعه بيبقى فيه 14,000 مصلي. ليش السبب؟ انه انفتح بال 96، مع انه النا معروف من قبل ال 67 كنا ننزل عليه، بس كان تراب ومهجور وسكر. ال 96 كان في مخطط، كان في مؤامره ما زال لحديت اليوم. كان اليهود ناويين يفتحوا باب من تحت يحولوا هذا المكان لمصلى لهم، عشان هيك اخذوا ابو عمار سنه ال 2000 امريكا عشان يوقع لهم على تحت الارض لليهود وفوق الارض للمسلمين. باراك وكلينتون في كان ديفيد، وين تحت الارض؟ اللي هو هذا، احنا هلا تحت ساحه المسجد الاقصى 10 ل 15 متر. رفض يوقع لهم، حبسوه برام الله وضيعوه سمموه. فهذا كان احدى الاسباب اللي قام عليها الشيخ رائد صلاح لترميم وتصليح هذا المسجد. شوي شوي يا شاطرين، شوي شوي. هذه محل ما كانوا يربطوا الخيل الصليبيين، حطوا حلقات حديد لربط الخيل وقت ما حولوه الصبل. عشان هيك اليهود بعد 67 صاروا يطلقوا على هذا المكان اسطبلات سليمان. هلا لا في اسطبلات ولا في هيكل، كله كذب هذا وادعاء. طبعا كل شيء له نعم. هذا نوع من عشان يثبتوا انه في عندهم ألف لعنة في السماء والأرض. إن شاء الله نهايتهم قريبة، والعد التنازلي بدأ. مسألة وقت وزوال إسرائيل أقرب مما تتصور، إن شاء الله. بس مسألة وقت، لأن وعد الله بده يتحقق. هذه الزيارة بس للإسلام طبعاً، ما بدون فيها محتل مهما طال. طبعا لا يعلو لنا في الأرض مرتين، علو المرة إن شاء الله. العد التنازل قريب جدا، قبل 4-5 سنين زوالها إسرائيل قريب جدا. شايفة هذا كله المساحة هاي أكبر من الأقصى، زي ما قلت لكم هان يوم الجمعة 14,000 مصلي بس هان. أيوة أيوة. الحمد لله تفرج عليه أيام رمضان العشر الأواخر. يبقى فيها من جنوب إفريقيا من لندن أكثر من 1500 واحد معتكفين العشر الأواخر هان. الحمد لله ما شاء الله. هذه هلا احنا تحت الساحه، الحمد لله تحت ساحه المسجد الاقصى 15 متر. هذا اللي بسموه تحت الارض، اللي قال كلينتون لابو عمار اعطيه اليهود تحت الارض ولكم فوق الارض. ايوه. وهذا عن هذا المكان كانت كل المشاكل.
ليه لحتى ياخد تحت الارض يعني؟ عشان يسيطروا هم، مش حتى لو اخذوا هذا مش راح يشتكوا، هم عينهم انه يوصل لقبه الصخره ويهدموها ويبنوا الهيكل تبعهم المزعوم. المزعوم ايوه، ما في لهم هيكل، ما في لهم اي شيء. كنا عارفينه بس بدنا العالم تعرف. عارفينهم شوف هلا هذه الحجار. ايوه هذه اول سور للقدس انبنى في عهد النبي سليمان قبل 3000 سنه، واللي كان يؤمر الجن في بناء هذا القلعة. تعرف انه الروايه انه كان النبي سليمان عنده السيطره والقوه على الحيوان والجن، فكان يؤمر الجن. هذه اقدم حجاره موجوده اكثر من 3000 سنه لاول سور انبنى في سور القدس. وراء هان بالضبط هي مقبرة الإسلام المدفون فيها صحابة الرسول.